رح نبلش أولى محطاتنا الصباحية لليوم ونحكي فيها بالفقرة القانونية. نحكي طبعا عن المساحة القانونية وجرائم السرقة، وهي تعتبر من أخطر الجرائم والآفات اللي ممكن تصيب المجتمعات. تستهدف السرقات ممتلكات الأشخاص ومقتنياتهم وكذلك ممتلكات الدولة. لنقف بالتفصيل عند هذا الموضوع ونعرف حكم السرقة بالقانون السوري، بيصيرنا يكون معنا لليوم المحامي الأستاذ أحمد دعبول. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحكم كل خير يا ميت، اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ احمد، اهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن السرقه، خلينا نعرف بالبدايه كيف عرف القانون السوري السرقه، وهل لها درجات معينه؟ هلا بدايه مثل ما حكيت الست سلمى انه فعلا هي سرقه تتناسب طردا مع الوضع الاقتصادي اللي عم بيعيشه اي بلد، يعني بسبب غلاء الاسعار، خاصه اذا كان في غلاء فاحش حسب الوضع الاقتصادي. والقانون السوري كان سبق بهالموضوع هذا، واللي خصص موارد كثيره فيما يخص السرقه، بدا من الماده 621 من قانون العقوبات حتى الماده 634 من قانون العقوبات السوري. وعرف السرقه بالماده 121 بانها هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه. هالخمس كلمات هدول اللي عرف فيهم القانون السوري السرقة، حتى حدد كل كلمة شو معناها، شو تبعياتها وشو آثارها، وحدد حتى ما يصير في غلط ما بين لتوصيف جرمي لتوصيف جرمي آخر، بدءا بالأخذ، بدءا بمال الغير، بدءا بشيء منقول، بدءا دون رضاه، لأنه ممكن أحيانا يكون برضاها الأخذ أن تكون برضاه. بهالمادة هي 121 عرف القانون السوري وحددها بشكل مفصل وواضح حتى تكون واضحة وجلية، ما يكون في جهالة بالقانون، وكل شخص يعرف لما عم بيقوم بهالفعل هذا هو فعل مجرم قانون يستحق العقوبات المقررة. طيب أستاذ أحمد، يعني كمان في بعض الأشخاص بيقولوا أنه ممكن يلتقى هيك مثل ما بيقولوا ثغرات تتبرر فيها السرقة، هل يوجد مبرر؟ يعني ممكن فعلا يتبرر جرم السرقة بالقانون؟ هلأ مو قصة يتبرر، هلأ دائما القانون حدد الفعل الجرمي بوضوح وبتفصيل دقيق حتى ما يتم هروب شخص جاني أو سارق، ولا يتم ظلم شخص لم يكن بنيته السرقة لهالسبب هذا. وممكن تختلط مفهوم السرقة عندنا بالقانون السوري مع عدة مفاهيم أخرى مثل الشخص العامي، مثلا إساءة الأمانة هي عملية أنا عم استولي على مال الغير، مال الغير ساعات أنا عم قدم مصاري، لكن هون الفرق أنه أنا عم قدمها بالسرقة لا دون علمي أو دون رضائي، أما أنا بالأولى عم قدمها مثل جريمة النصب والاحتيال. هي تقوم على تقديم شيء منقول، سندات، استيلاء، لكن بعلمي، لكن تم تسليمها من قبلي الى الجاني احتيالا نصبا بوسائل متعدده، الغش، التدليس، نرجع لمواد نصب والاحتيال. لكن السرقه هي اخذ شيء منقول مملوك لشخص اخر دون علمه او دون رضا وبنيه. دائما في عندنا بالشيء بالقانون اسمه القصد العام والقصد الخاص، اللي هو احد اركان جريمه السرقه الركن الرابع، هو القصد الجرمي اللي هو أنا ناوي حاط ببالي متعمد انا ان ينقل ملكيه هالشيء هذا من الشخص الى اسمي انا. يعني فينا نقول الاخذ والشروع بالاخذ، او هذا مبدا ثاني، موضوع ثاني. خلينا نحكي عن الاخذ والشروع بالاخذ، وشو الفرق بيناتهم وشو جرمهم، كيف بيختلف تجريمهم من اخذ الى شروع بالاخذ. هلا الاخذ هو تفرع عنه العديد من الاراء الفقهيه، منه مثلا احد الاراء الفقهيه قال انه الاخذ هو مجرد انه رفع الشيء من مكانه، تمام، الشيء المنقول، فلنقول انه في ذهب انا رفعته هي يعتبر اخذ. البعض قال لا، انا اخذه نقله من مكانه الى وضعه في المكان الذي ينوي السارق وضعه فيه. اما الراي المستقر عندنا نحن بسوريا هو اخذ الشيء من مكانه الى المكان الاخر بنيه تملكه، بنيه الاستيلاء والحيازة، حيازه تامه، هي الاخذ اللي ماخوذ فيه بكلمه هي اخذ مال الغير. الاخذ هي نيه التملك وحيازته ونقل ملكيته من الشخص المالك له الى الشخص السارق. تمام. اذا بنجي نحن على الشروع، نعرف نحن الشروع هون الماده 199 من قانون العقوبات حدد شو هو الشروع، اللي هو محاوله، هو محاوله اقتراف جنائي، محاوله اقتراف الجريمه، لكن لم تتم هذه الجريمه لسبب خارج عن اراده الفاعل، وبيتم المحاسبه عليه طبعا، لانه انا بنيت ارتكاب الجريمه. يعني على سبيل المثال يوجد سارق تسلق جدران البيت، ما لحق يسرق، انكما شاء ما يسرق، انمسك تحت، فلنقل فات على البيت، فتح خزنه، كسره، لكن لما فتح طلعت الخزنه فاضيه، لو انه الخزنه مليانه كان سرق، تمام، لهيك يعاقب عليه
بالشروع مثل ما بيعاقب على السرقه، نفس الجرم السرقه والشروع. وفي احيانا العقوبه مخففه بالشروع اذا كانت شروع ناقص بتختلف اذا الشروع تم، لكن بالسرقه نحن عندنا شروع فيها ممكن تكون هي حسب نوع السرقه. في عندنا نحن سرقه ممكن تكون جنحه، في عندنا سرقه ممكن تكون جنايه، في عندنا سرقه بسيطه او السرقه العاديه نحن متعارف عليها باوساط المحامين. السرقه البسيطه نحن عندنا، وفي عندنا السرقه المقترنه بظرف مشدد اللي هو يعني بيزيد. يعني في عندنا نحن بالقانون السرقه هي اخذ مال الغير دون المنقول دون رضاه. بنلاحظ من تعريف السرقه بالماده 121 من القانون السوري بتكون من اربع اركان: فعل الاخذ، وجود مال او شيء منقول، ان يكون هذا الشيء مملوك للغير، ما بصير ما يكون مملوك لحدا. الركن الرابع من ركن جريمه السرقه هو القصد الجرمي، اي انا اعي وافهم واقصد ما اقوم بالفعل اللي هي مخطط له، يعني مخطط لهالشيء، انه انا بعرف انه هذا الشخص مملوك مثلا هالشنتاي هي للست فرح، انا بعرف انه هي للست فرح وانا عم باخذها بقصد انه انقل. بدي اشتكي عليك دغري. لا بس ما صار شروع. بنيه تملكها انا، هون صار في قصد جرمي. تمام. لهون هيك عقب. هي تعتبر السرقه البسيطه اللي هي بتكون اي جريمه سرقه من اربع اركان. في عندنا شيء بالقانون اسمه التشديد. اما بتكون السرقه هي فعلا بتنم تجديد. ليش العالم ما بيعرفوا؟ عم بدي احكي عن مصطلحات قانونيه بحته. التشديد يعني اللي هو بينم عن خطوره اجراميه، انه هذا الشخص لما عم بيقوم بهالفعل هذا ما هو عنده خطوره اجراميه، قد يكون يمتهن جرم ارتكاب السرقه او سوابق موجوده. تماما تماما صحيح. طيب كمان اذا بدنا نسال عن شخص ممكن سرق مش الحال وسرق، بعد فترة اكتشفوا السارق لكن السارق تصرف بالشيء اللي سرقه من مال من مصاغ إلى آخره، وبنفس الوقت ما نو قادر يرجع قيمته إذا بدنا نقول أو حتى المبلغ نفسه، هون بيكون الحكم ممكن يكون أكثر أشد أو كيف يتم التعامل معه؟ هلا بجرم السرقة لا قيمة للشيء المسروق. تمام. وجرد قيام فعل السرقة سواء كان سرقة بسيطة أو سرقة مقترنة بظرف مشدد، هلا بنحكي عن الظروف المشددة نحن بالقانون، ما في إلا أي قيمة مجرد فعل السرقة. لكن بالحالة اللي ذكرت لي حضرتك ممكن يكون يعني ساعة أنا سرقت وتصرف بهالشيء هذا بنال العقوبة، سواء كانت مبلغ 1000 ليرة ولا كان مليون ليرة رح ينحكم فيه، ممكن ينحكم بالتعويض في نتيجة فوات المنفعة للمبلغ المسروق. إذا يوجد شيء بملكه صار هو الموضوع اخر. طبعا. ممكن انا احجز عليه، ممكن انا طالب بتنفيذ الحكم اللي هو مثلا الزامه بدفع مبلغ كذا 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 اللي هي اعاده المسروقات، ممكن انا الزمه بوضع حجز او اشاره على عقار على سيارة اذا كان يوجد شيء مملوك، والا فيقضي العقوبه المقرره بالقانون حسب نوع السرقه سواء كان سرقه بسيطه او سرقه مقترنه بظرف مشدد، حسب العقوبه بيقضيها بالقانون، والقانون بيسعى انه يرجع هالشيء، لكن اذا ما عنده اي ملكيه هو بيقضي المده اللي حكم فيها فقط. طبعا. طيب استاذ احمد، في كثير بنسمع عن اشخاص بيقول لك انه هذا اصحاب سوابق بهذا الموضوع. صحيح. يعني مثلا هو سارق واخذ عقوبه طلع من السجن تكررت الجريمه. صحيح. نفسها بما يخص السرقه، هل الشخص بيتحاسب اول مره مثل ثاني مره مثل ثالث مره؟ هون القانون السوري وضع في شيء خاص اسمه التكرار في القانون السوري، في حال قيام الشخص بالفعل الجرمي لمرة واحدة يختلف عن قيامه فيه لمرة ثانية أو ثالثة، وبهالصدد هذا شدد العقوبة في حال التكرار، شدد العقوبة. يعني مثلا بالقانون السوري بأنه في حال اقتراف الجرم لمدة أقل سبع سنوات، أقل من سبع سنوات عن قضاء العقوبة أو تقادمها، فيحكم بالمرة الثانية بالحد الأقصى للعقوبة لحد ضعفيها. يعني مثلا فلنقول نحن الجريمة عندنا من 3 شهور للسنة على سبيل المثال، ممكن القاضي يحكم بثلاث شهور، ممكن يحكم بست شهور، ممكن بتسع شهور، ممكن بسنة، لكن في حال التكرار يلزم بوضع بالحكم بالحد الأقصى للعقوبة. يعني سنة وما سنة للسنتين، ممكن حتى في حال التكرار مضاعفة المدة هي اللي كان محكوم فيها للجرم المقترف. سرقة بالإكراه أستاذ أحمد، خلينا نحكي عن هذا المفهوم، كيف بيتعامل معه القانون؟ السرقة بالإكراه، القانون السوري يعتبر الإكراه هو أكثر الظروف المشددة والخطيرة لجرم السرقة. الإكراه هو الاستخدام الوسائل التي، يعني خلينا نعرف نحن الإكراه، القانون السوري شو هو، شو عرف الإكراه بمعنى؟ القانون السوري عرف هو أي وسيلة قسرية تستخدم على الأشخاص لتمنع من المقاومة أو إخفاض المقاومة أو انعدامها لمقاومة هذا الشخص. لهيك أي وسيلة من وسائل الإكراه المستخدمة هي تعطيه ظرف مشدد للقاضي في الحكم على السارق.
مثلا في الإكراه، إذا رافق هذا الإكراه على سبيل المثال، رافق هذا الإكراه بعض الردود، استخدام مثلا عصاي سلاح بعض الردود أو جروح، فالحد الأدنى للعقوبة نحن عندنا بالقانون السوري 5 سنوات. الحد الأدنى لأنه صار في اعتداء، صار في اعتداء هون، هي تعتبر السرقة بالإكراه اللي هي تعتبر أشد أنواع يعني الظروف المشددة في القانون السوري لجريمة السرقة. نحن عندنا مثلا تتعلق أحيانا بظرف الوقت، مثلا السرقة ليلا تنوم عن خطورة إجرامية، شخص بيعرف إنه هذا الوقت راح تكون العالم فيه نايمة، راح تكون في عنده عملية سهلة، هي لبث الأمان في المجتمع شددوا ظرف المكان. مثلا الاشتراك بالسرقة، لما بترتكب السرقة من أكثر من شخص فهي بنية تخطيط، بنية السيطرة والاستيلاء على المال بشكل منظم، هي يعتبر ظرف ثاني، الظرف المشدد. استخدام مثلا أدوات دخول أماكن السكن باستخدام مثلا مفاتيح مصنعة، أدوات خلع، أدوات كسر، انتحال صفة، ممكن انتحال صفة شرطي، انتحال صفة أمنية، صفة موظفة رسمي، أو استخدام لباسه فقط، ظرف مشدد بالقانون السوري هذا. ممكن وضع قناع، مجرد وضع قناع من قبل الظرف المشدد الرابع، مجرد وضع قناع وسلاح ولو لم يظهر السلاح. هل ممكن يقول لك حتى طب انه كيف انت عم تعاقبه وعم تشدد له العقوبه رغم انه هو معه سلاح لكن ما اشهر هذا السلاح؟ مجرد وجود السلاح فهو انا عندي نيه، في حال تعسبرت معي نيه السرقه ممكن استخدم، ممكن تصير جريمه سرقه جريمه قتل. تمام. مجرد وجود الظرف الخامس اللي هي التهديد بالسلاح، واللي هي هون استخدام الاكراه باي وسيله من وسائل او ضروب العنف اللي بتشدد الحكم في جريمه السرقه. طيب استاذ احمد، بالعموم في كثير انواع من السرقات، طبعا حتى القانون السوري، خلينا نحكي عن الانواع اللي ما شملناها بحديثنا مع حضرتك. هلا الانواع مثلا هي من المواد 121 بموجب قانون العقوبات، للمواد 134 حدد كثير، لكن بالنهايه في ماده انه كل ما سكت عنه القانون المواد هي، يعني احنا حددنا ظروف التشديد حتى حدد القانون انه في حال اجتماع هالظروف الخمسه اللي حكيتهم قبل شوي، اجتماعها كلياتها في جريمه واحده، العقوبه ممكن توصل من الاشغال الشاقه المؤبد الى الاشغال الشاقه المؤقته من 15 سنه ل 20 سنه، اجتماع حالتين تؤدي الى الاشغال الشاقه المؤقته. هلا في جرائم جديده عم بيتم، صح، يعني استخدام التكنولوجيا، استخدام وسائل ثانيه، هلا هون صار في مواضيع جرائم اخرى، ممكن يصير نصب واحتيال، ممكن يصير سيئات امانه، ممكن يصير غصب توقيع الكتروني، ممكن يصير قصص. يعني هلا القانون الى حد ما ممكن جرائم الالكترونيه، موضوع الالكترونيات او الجرائم المعلوماتيه ساتة حديثه العهد، واللي نحن فعلا يعني بلشنا نحن بسوريا صدور عده مراسيم تشريع لتنظيم موضوع الجرائم الالكترونيه، التوقيع الالكتروني هو فعلا، لكن حدد بقانون مكافحه الجريمه المعلوماتيه سرقه البطاقه الممغنطه شو معناها، سرقه بطاقه الصراف شو، كل شيء حدده، لكن نحن بالنوع هون بنسبه يعني خلينا نقول 80% شمل القانون السوري جرائم السرقه، قسمه لجرائم ممكن تكون بسيطة، لجرائم مشددة مقترنة بظرف مشدد، ممكن تكون جنحة، ممكن تكون جناية، وكل ما سكت عنه القانون في حال وجود ظرف مشدد اللي حكينا هون تعتبر سرقة موصوفة مثلا، أو سرقة مقترنة بظرف مشدد، أو سرقة بسيطة. تمام. يعني أستاذ أحمد نقول لك شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا، أكيد بنتمنى أنه ما يكون موجود أبدا. أكيد. صح، هذا الشيء صعب، بس مثل ما في سرقة ومثل يمكن ما زادت شوي، كمان في حالات اليوم رح تكون معنا، بتمنى كمان تشوفها معنا أستاذ أحمد. غاية بالأمانة وبتعطي دروس لكتير ناس أنه الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء والفقر هما ممكن يكون أبدا سبب من أسباب السرقة. طبعا. شكرا طبعاً. لك أستاذ أحمد. شكرا لك أستاذ أحمد، وبنتمنى هيك دائما يكون مواضيعنا شوي بعيدة ولكن هذا الواقع اللي صح. احنا شكرا لك.